من كربلاء ينضم إلينا مراسلنا جاسم لهميم. مرحبا بك جاسم، عظم الله لكم الأجر. كيف تسير أجواء الزيارة في مدينة كربلاء سيما ركضة التواريج التي انطلقت قبل حوالي 3 ساعات؟ مساء الخير وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الذكرى أجركم الأليمة. عظيم. بالحقيقة ما زالت ركضة التواريج تستمر لحد هذه اللحظة بأعداد فاقت مئات الآلاف من المعازين الذين اشتركوا في هذا العزاء، عزاء ركضة التواريج الذي انطلق من قنطرة السلام ومرورا بشارع الجمهورية ومن ثم إلى المراقد المقدسة. حقيقة الأمر هذه الركضة قد لا تنتهي مثل ما كان عليه في السنوات السابقة، كون الأعداد بزيادة كبيرة جدا. السنوات السابقة كانت تنتهي حدود الساعة 3 أو 3:30. بهذه الزيارة لحد هذه اللحظة هناك الآلاف، لحد هذه اللحظة هي ما زالت متوقفة ولم يعني تجري بهذه الركضة. من المحتمل أن هذه الركضة سوف تستمر حتى الساعة 5 مساء هذا اليوم. هناك إجراءات أمنية وصحية وخدمية مشددة جدا كون هذه هي ذروة زيارة العاشر من شهر محرم. القادة والمسؤولين وأيضا سيد رئيس وزارة الداخلية وأيضا كل المعنيين متواجدين بموقع إدارة ركضة التواريج. هناك أكثر من 7000 منتسب أمني متواجد في هذه الركضة لتسيير تسييرها وجعل هناك مقاطع معينة من خلالها يتم السماح للمعازين بأداء شعيرة ركضة التواريج لكي لا يحصل هناك تدافع أو زخم. هناك العديد من الإجراءات التي كانت تتصف بالمثالية لإجراءات ركضة التواريج من شأنها خففت وطأة هذه الحرارة اليوم التي كانت مرتفعة جدا يعني ركضة التواريج. لكن هناك كانت المظلات التي وضعت من قبل محافظة كربلاء، هناك المرشات المائية كانت حاضرة، هناك أعداد كبيرة من أصحاب المواكب الحسينية كانوا منتشرين بين الشوارع المطلة إلى ركضة التواريج وداخل المعازين حاملين بين أيديهم المياه والعصائر لإرواء عطش الوافدين والزائرين إلى والمشاركين بعزاء ركضة التواريج. طيب. أما الإحصائيات الخاصة بعداد الملايين الذين وصلوا إلى زيارة العاشر من محرم لحد الآن أعداد تقريبية وليس أعداد رسمية، فاقت أكثر من 5 ملايين زائر لحد هذه اللحظة. من الممكن أن هذه الأعداد سوف تزداد كون ذروة الزيارة بدأت الآن. ستكون هناك إحصائيات رسمية سوف تعلن من خلال السيد وزير الداخلية من قبل العتبة بالتأكيد. أسأل أيضا عن الخطة الخدمية والأمنية كذلك يا جاسم، هناك أطواق أمنية فيما يتعلق بالخطة الأمنية. خدميا ماذا عن توفير البنى التحتية لإحياء هذه الزيارة، عملية الانقطاعات التي ربما قد تحصل بالتيار الكهربائي، كيف هي الأجواء هناك في كربلاء؟ حقيقة الخطة الخدمية نبدأ بها. هناك أكثر من 4000 منتسب يشارك بالخطة الخدمية من المهندسين وعمال النظافة منتشرين بداخل وأزقة شوارع مدينة كربلاء وبالخصوص بالقرب من المراقد المقدسة. هناك أكثر من 400 آلية تعمل ليلا مع نهارا من أجل حمل هذه النفايات، وهناك أيضا ساعد بهذا الموضوع إنشاء طمر صحي وسطي لكي يتسنى على الآليات أن ترجع بصورة سريعة إلى المناطق ومن ثم يتم حملها إلى الطمر الصحي الأخير من خلال هذه الآليات المتواجدة. إضافة إلى ذلك هم منتشرين حتى هذه اللحظة لتنظيف الشوارع كون هناك بعد صلاة الصبح كانت هناك شعيرة التطبير، فكان من الواجب على الأخوة المهندسين وعمال النظافة أن يتم عملية التنظيف بصورة سريعة جدا ولا يكون هناك أي أخطاء. أما من الجوانب الأمنية فانتشار هكذا أعداد من المنتسبين داخل محافظة كربلاء أدى لانسيابية هذه الزيارة بصورة يعني بصورة جميلة ولا يكون هناك أي مشاكل كون القطوعات. وهذه لأول مرة أنه بزيارة العاشر من محرم
يتم قطع الطريق بنفس يوم العاشر بالساعة 6 صباحا، وتم قطع الطريق لمسافة 200 متر فقط من مراقد الأئمة داخل محافظة كربلاء. أما بالسنوات السابقة فكان يتم قطع الطريق من اليوم 8 أو اليوم 9، لكن اليوم ولانسيابية هذه الزيارة وفتح طرق كبيرة أدى لعدم قطع هذه الطرق وصولا إلى محافظة كربلاء. أما فيما يخص موضوع خطة النقل تجري الآن بصورة ممتازة جدا، هناك ساحات وقوف أنشئ بداخلها كراجات لنقل الزائرين إلى محافظاتهم بصورة مجانية، وأيضا بإشراف من القادة والمسؤولين داخل محافظة كربلاء لإرجاعهم إلى محافظاتهم دون أي مشاكل تفقع. هل يحتاج الزائر يا جاسم إلى المسير لمسافة طويلة ربما كي يصل إلى هذه السيارات التي تقله عكسيا بعد أن أتى إلى كربلاء زائرا؟ العجلات اللي موجودة الآن هي كما أسفت بالذكر أنه تبعد مسافة يعني لا تتجاوز من 200 إلى 300 متر من المراقد المقدسة. العجلات موجودة ولكافة المحافظات، عجلات أيضا كانت مخصصة من العتبات المقدسة وأيضا مديرية النقل العامة، والسيارات التي خصصت من محافظة بغداد ذات الطابقين أيضا شاركت بعملية نقل الزائرين إلى محافظاتهم أو نقل الزائرين إلى السيطرات الخارجية البعيدة عن مركز المدينة لكي يتسنى على الزائرين إرجاعهم إلى محافظاتهم بصورة سلسة وانسيابية عالية، ولم تكن هناك أي مشاكل حتى هذه اللحظة. قرب الجراجات اللي موجودة ساعد الزائرين على الانسحاب بعد إتمام زيارة العاشر من محرم، هذا ما دعا أو ما وصل إلى أنه المدينة يعني لم تقتض بصورة كبيرة جدا ولم تحصل هناك مشاكل كون الطرق لم تغلق. بالعادة يكون هناك زخم ويستمر إلى يوم 11 من شهر محرم فيحصل هناك زخم كبير، ولكن بهذه الانسيابية الطرق مفتوحة، انسحب الزائرين بصورة سريعة ولم يكن هناك أي جهد يتطلب أنهم يبقون يوم أو يوم ونصف حتى ينسحبون من محافظة كربلاء. كل هذه الإجراءات كانت تسير بصورة جيدة لحد هذه اللحظة بانتظار إعلان الخطة الشاملة إن كانت ناجحة داخل محافظة كربلاء من قبل المعنيين. من كربلاء مراسلنا جاسم لهميم، شكرا جزيلا لانضمامك إلي.